أصدقائي الأعزاء، مساء الخير على الجميع، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين. حديثنا مشيئة الله، مشيئة الله لهذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب. الأخت وردة الصباح تقول أني أسألك عمو، أنت مبين يعني رجال كبير، وهذه ليش إحنا ما حد يقدرنا العراقيين؟ أكو دول ما تعطينا إقامة، ودول ما تعطينا فيزا، ويتمقلجون علينا ويتعززون، في حين أمي وأبوي يسولفون يقول كانوا قبل دول العالم ترحب بينا وتأخذنا تحيات، يعني يأخذنا تحية بالمطار وبالحدود. شنو السبب عمو؟ ممكن تشرح لنا؟ وهل هذا الحكي يعني صدق مال أمي وأبوي؟ أولا عمو أقول لك إياها بكل صراحة، حديث ماما وبابا مليون بالمية مو 100%، مليون بالمية صحيح. هاي الدول الآن اللي تشوفيها ما تعطي فيزا وما تعطي إقامة وتتعنقر براسنا وتتمقلج ماكو، والله ما حد كان قبل يزورها. تدين ليش؟ لأن كان الدينار العراقي ب3 دولارات وشوية، الدينار العراقي 3 دولارات وشوية. هسه الدينار طاح حظ حشاش، وقامت الناس تتعزز علينا وتتعاقل براسنا. زين، احنا عندنا يعني حلول، نقدر يعني نقول اكو حلول واكو حلول. تقولين ماكو حل؟ ايه طبعا اكو حلول هواية لهاي المسألة. هسه نتحدث عنها احنا، بس شوية نصور لكم ونحكي حكي، الحكي اللي انتو تردوه، يعني ماكو الحكي اللي انتو تردوه ما اقدر احكي به، واني يعني واني بداخل المحل ونساء موجودات، وشوفوا انتو. هسه فد شوية اصور لكم وبعدين اطلع احكي لكم برا وتدللون ببطن عيني. هسه نحكي ان شاء الله فد شويه ونحكي. شوفوا هاي الملابس جدا جدا راقيه، هاي المعاطف النسائيه جدا راقيه حقيقه، يعني حتى اسعارها رخيصه. اليوم الدينار، اليوم الليره يعني كل 87، لا اي لا 79، كل 79 دينار يساوي ليرة، كل 79 يساوي ليرة، والورقة تصرف ب 1857. فبيش ما يغلوها احنا، بيش ما يغلوها احنا بفلوسنا تعتبر رخيصة، بيش ما يغلوها تعتبر بفلوسنا رخيصة. يعني هاي ملابس جدا راقية يا اخوان. هسه انا راح اطلع برا لان حتى نقدر نحكي براحتنا. خنصور هنا شوية، هذا الدراج طبعا المصعد للطابق الثاني والثالث، ما راح نصعد لان راح نحكي ونجاوب الاخت هاي اللي خلي يشوفون صورتي. طبعا هو يقول لك عمو خلي نشوف صورتك، يا هاي صورتي شوفوها، هاي صورتي بالملابس الشتوية، طبعا بالملابس الشتوية هذه، يعني الحمد لله والشكر انتو الخير والبركة حقيقة. يعني هسه اخواننا الاعزاء احنا يعني راح نحكي ما يملي علينا ضميرنا. طبعا راح نتدخل ايضا بالمواضيع السياسية ونحكي، واللي يزعل خلي يزعل علينا، اللي يزعل يطب مرض خلي يزعل من جميع المسؤولين، لان انا اعتقد ما بيهم واحد شريف، لو بيهم واحد شريف ما يخلون العراقي ينذل، ما يخلون العراقي ينذل. اخواننا الاعزاء من كنا قبل نسافر، يعني سافرنا هواية بلدان الحمد لله والشكر، يعني بفضل الله وفضلكم أكثر من 28-29 دولة طلعنا، مو من أجل التباهي لا والله، بس من باب الشيء يذكر. كنا لما نوصل حدود دولة يأخذوننا تحية، هاي ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية يأخذوننا تحيات. هاي تشيكوسلوفاكيا كانت تشيك، ويوغوسلاف كانت تشيكوسلوفاكيا دولة واحدة، هسه صارت دولتين. هذولا كلهم كانوا من نجي احنا نقول لك عراق، عراق بترول، عراق بترول، كلهم يحترمونا. هسه ما حد يحترمنا لان وضعنا، لان حكومتنا ما محترمه، الحقيقه غير، حكومتنا ما محترمه، ولذلك هم ما يحترمون شعبها، الحكومه ما تحترم شعبها، والبلدان العالم ما يحترمونه. هذا الحكي يجب ان نحكيه. زين، هسه شلون الحل؟ يعني الحل شنو؟ احنا نصدر 4.5 ملايين من النفط، 4.5 ملايين نصدر من النفط. نقول للشرفاء ان وجدوا، للشرفاء بالعراق ان وجدوا، انا ما ادري اكو شرفاء لو ماكو، ما ان وجدوا، امو كان ما تخصصونا دولار على كل برميل،
ولا ثلاثة أرباع الدولار ولا نص دولار، خصصونا ربع دولار على كل برميل، يعني 25 سنت. شنو قيمتها؟ 25 سنت تتأثر؟ ما تأثر. على كل برميل يطلع لنا باليوم تقريبا 1.25 مليون، 1.25 مليون دولار باليوم. نضربها في 30، نقسمها على 35 نفوس العراق، 35 مليون. كل عراقي، كل عراقي، كل فرد كبير صغير يوقع له أو تكون حصته من النفط 780 ألف دينار. يعني أنا إلي 780 ألف، وزوجتي 780 ألف، أطفالي بناتي كبار صغار كل واحد إلى 780. بهيج حالة العراقيين كان راح يرجعون كلهم للعراق، كل العراقيين راح يرجعون للعراق، وما حد بعد يطلب لجوء ويجون. وتقوم دول العالم من تسمع هيج العراق عنده فلوس، هيج فلوس تصير عنده، يقومون هم يسوون عروض. هاي الدولة تقول لك تعالوا بدون فيزا وإلكم إقامة 3 أشهر، هذيك تقول بدون إقامة بدون فيزا تعالوا دخلوا، يقومون يعطون عروض. أن ليش؟ لأن يدرون العراقي من يجي يشتري يصرف ويشتري ويأكل وينام بأحسن فنادق هذا العراقي. فإحنا نطالب من الحكومة، من كل الشرفاء، إذا أكو شرفاء بيهم، أن يخصصون ربع دولار على كل برميل نفط نصدره إحنا. أنطونا حصتنا من النفط مثل ما أنتوا تأخذون النفط، ترى مو مال بهاتكم. أنا ما أريد أذكر الأحزاب السياسية وأذكر قادتها، لأن حقيقة ما أرتاح لهم جميعا، كلهم شلع قلع، إسلاميين، علمانيين، قندرانيين، انعالاتيين، كلهم ليبراليين، كلهم ما احترمهم. لأن من 2003 إلى هسه ما حد بادر مبادرة وقال خلنا نخصص مبلغ من عائدات النفط للشعب العراقي، فقط إلهم، إلهم والنسوانهم وأبنائهم والعشيقاتهم وجماعة زوجتك نفسي، هم فقط إلهم، فقط إلهم، فقط يعني فقط هم تمتعوا. أبنائهم بالخارج يدرسون بالجامعات، وقاموا يركبون طائرات خاصة، واشتروا مجوهرات وفلل، واشتروا مولات بالخارج. على كل ما حد فاد الشعب العراقي، فإحنا إلوش نحبهم ونحترمهم؟ على أي أساس نحترمهم؟ ماكو فد شيء يدعونا أن نحترمهم ونحبهم. هاي أختي العزيزة أو بنتي اللي تقولين أكو حل لو ماكو حل، هذا الحل. الحل لما تكون أنت كل شهر تقبضي لك 870 ألف دينار تجمعين مال 6 أشهر، تطلعين لأي دولة كانت، بعد ما حد يطلب لجوء. إلوش نطلب لجوء؟ والله هاي أكو دول هسه ما أريد أذكرها، يعني ما أريد أذكرها لأسباب خاصة، والله كانت ما حد يزورها، والله ما حد يزورها. منو كان يزور الأردن؟ منو كان يزور سوريا؟ منو كان يزور فلان دولة وفلان دولة وفلان دولة؟ الناس تروح سوريا على مود مقام السيدة زينب سلام الله عليها، ولا من يزورهم ذول الدول كلهم؟ كانوا العراقيين، اسألوا آبائكم وأمهاتكم، المدرسين والمدرسات بالعطلة يهجون كلهم تركيا، يروح تركيا بالقطار من بغداد، بالقطار التركيا، الهنغاريا، البلغاريا، البودابست، الكل دول العالم يوصل لألمانيا. القطار كان من بغداد، من العلاوي، القطار كان من العلاوي الحلة ينطلق يوصل ألمانيا. زين العراقي كان هيبة هيبة، هسه وبعد العراقي هيبة. ولكن اللي ما يخافون من الله، هاي الأحزاب والقوة السياسية الطاية حظها اللي ذلتها للعراق حقيقة، ذلونا والله العظيم. صار العراقي يعني هسه كدول يقول لك أنا ما أنطيك فيزا، أنت عراقي. أبو الأردن يسألك، كان قبل شهرين كان يسألك أنت وين، من يا منطقة، سني لو شيعي؟ لك أنت أبو الأردن من بحالك، أنت عايش على واردات العراق. مع طبعا كل الاحترام للشعب الأردني، يعني أقصد على الحكومة الأردنية، كان منو يحترمكم أنتم؟ منو يدوركم؟ منو يشتريكم بعانة من العراقيين؟ ولكن الظرف الطاية حظه هسه خلانا أنا نروح للأردن، نجي لفلان دولة، لفلان دولة نجي. تعرفوها التشق السوداني وإلمن أقصد. زين ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يدزلنا واحد عنده غيرة شوية، عنده شرف، ويخصص من عائدات النفط. ويا الله هسه هم ما تخلنا نحكيها، أنتوا الأحزاب، أنتوا قواعد، يعني قواعد الأحزاب، ليش متحكون يا مسؤوليكم؟ هو النفط ما لبهاتكم؟ ليش بس أنتم متمتعين به؟ هذا النفط ملك للشعب،
ملك الشعب هذا لازم يتوزع للشعب كله. يلا يا أخوان ما أطول عليكم، يسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. طبعا طلعت من المحل هذا مع الملابس من أرقى المحلات، لأن ردت أحكي هذا الحكي فما أقدر أحكي والناس هناك، الناس والبنات يتبضعون يشترون وأني أحكي وأصير عصبي لربما وأصيح وهذا. فهسه أخواني الأعزاء أقولكم من تشغلون التليفون خلوا أفقي مو عمودي، وحاولوا أن تنشروا للموضوع وتشاركون به أكثر عدد، خاصة هذا الموضوع بالذات أريدكم خلي الناس تسمع، خلي الناس تعرف. تعرف كنا قبل بالثمانينات وبالسبعينات كان دينارنا 3 دولارات، 3 دولارات وشوية، يعني الدولار كان ب300 فلس يا جماعة، ب300 فلس، زين 3 دولارات وشوية كان. هسه شوف الدولار بيش. يلا يا أخوان هسه أقولكم مع 1,000,000 سلامة.